رجل عنده زكاة وله ولد عليه دين، فهل يجوز للوالد أن يعطي ابنه من الزكاة لقضاء دينه؟ لا، لا يجوز هذا عند الجمهور، لا يجوز. بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز للوالد أن يسدد الدين عن ولده المعسر، يجوز أن يسدد الدين عن ولده المعسر، لكن الجمهور يقولون لا، لا تحل الزكاة الوالد، لا تحل للولد، وزكاة الولد لا تحل للوالد مطلقا. نعم.